وإن من أجل نعم الله عليك أن يرزقك الله. كيف تدعوه؟ كيف تتضرع إليه؟ كيف تتوسل إليه؟ الله لا يقبل دعاء متكبر، لا يقبل دعاء متجبر، لا يقبل دعاء معرف. لكن القلوب إذا انكسرت بين يدي الله وأظهر العبد لله عز وجل ضعفه ومسكنته وانكساره، كان حريا أقرب إلى أن يجيب الله دعوته. إذا قرن هذا بأن الإنسان طيب المطعم، لم يكن منه يوما من الدهر أنه منع أجيرا عنده حقه. كم في البيوت من الخادمات والسائقين، كم في المؤسسات والشركات من العاملين والعاملات، كم في القصور من الخدم والحشم ممن حرموا حقهم ورواتبهم شهور عديدة، ثم يأتي صاحب القصر، يأتي صاحب المؤسسة، يأتي صاحب البيت، يأتي صاحب الوظيفة، يقول أنا ذهبت إلى الحرم ودعوت، أتيت الروضة وصليت ودعوت. ليس هناك انكسار مثل السفر. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر المسافر، قال أشعث أغبر أذله السفر يرفع يديه يدعو الله يا رب يا رب، ثم قال عليه الصلاة والسلام وأنى يستجاب له، مطعمه حرام ومأكله حرام وملبسه حرام. ظلم من تحتك يمنع عنك رزق من فوقك، لكن من خاف الله عز وجل في من تحته أكرمه الله عز وجل من فوق سبع سماوات. سنن لا تتبدل، طرائق لا تتغير. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقولوا للناس حسنا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً.